يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فتاة مرضت بفقر دم حاد، يقول فتاة كانت مريضة بفقر الدم الحاد، وأشار الأطباء على والديها بإعطائها كمية من الدم، فجاءت امرأة وأشارت عليهما بأن يعطوها بعض الأعشاب والأدوية الطبيعية، لكن الفتاة توفيت بفقر الدم. سؤاله: هل على والدي الفتاة والمرأة المشار لها هل عليهم شيء؟ لا شك أنهم فرطوا، حيث أطاعوا المرأة التي لا خبرة لها، وخالفت الأطباء الذين هم أهل الخبرة وأهل العلاج، هي أخطأت في هذا، لكنها مجتهدة تريد الفتاة الخير والبقاء، لكنها أخطأت في هذا، اللي يظهر لي ما عليها كفارة. نعم.